بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلبة، ونبدأ معا درسنا اليوم في مقرر تاريخ العرب الحديث والمعاصر أجه 213، درس العاشر، الثورة العربية الكبرى. ونستعرض معا أهداف درسنا اليوم. وهي التعرف على عوامل الثورة العربية الكبرى، أيضا التتبع لمراحل الثورة العربية الكبرى، أن يستخلص الطالب نتائج الثورة العربية الكبرى. شهد الوطن العربي في مطلع القرن العشرين أحداث سياسية وتطورات، منها اندلاع الثورة العربية الكبرى ضد السيطرة العثمانية، وذلك في 10 يونيو عام 1916، مستفيدا من تفتح الوعي السياسي، بالإضافة إلى الأحداث العالمية والمتمثلة آنذاك في الحرب العالمية الأولى. وكأي حدث تاريخي، ساهمت عدة عوامل في قيامه، وأيضا مراحل في حدوثه، بالإضافة إلى مجموعة من النتائج التي أفرزتها. وسنستعرض معا عوامل الثورة. ساهمت عوامل عدة في قيام الثورة، ومنها استبداد العثمانيين وعجزهم عن حماية البلدان العربية. ثانيا، نمو الوعي الفكري العربي. ثالثا، مساعي دول الوفاق الثلاثي. رابعا، اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلدان العربية. ونستعرض أول نقطة، وهي استبداد العثمانيين، وذلك اشتدت النزعة الطورانية بإقصاء العرب عن الوظائف الحيوية الهامة وإحلال مكانهم الأتراك. أيضا معارضة جمعية الاتحاد والترقي لتطور العرب، سواء كان تطور علمي أدبي ثقافي، بالإضافة إلى سياسة البطش والتنكيل التي قام بها الحكام العثمانيين لأي عملية معارضة من قبل المواطنين. نمو الوعي الفكري العربي، وذلك تمثل من خلال الطباعة والصحافة والترجمة والتعليم. أيضا إسهام الجمعيات الأدبية في النهضة الفكرية. اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلدان العربية عن طريق السياسة التي اتبعتها الدولة العثمانية الاقتصادية، وتحول مركز الثقل التجاري من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ساهم ذلك في كساد التجارة التي كانت مصدرها البحر المتوسط، بالإضافة إلى إغلاق منافذ البحر الأحمر. أيضا تراجع عدد الحجيج بسبب كثرة الاضطرابات آنذاك. أما الآن سنستعرض مساعي دول الوفاق الثلاثي، نبدأها باتصالات الإنجليز بالعرب، ومن ثم مراسلات الحسين مكمهون. اتصالات الإنجليز بالعرب تمت عن طريق العرب من خلال زعامة الحركة الوطنية، من خلال الضباط والجنود العرب، بالإضافة إلى الاتصال بالشريف حسين بن علي المتمثل بحاكم الحجاز. مضمونها اعتراف الإنجليز باستقلال البلدان العربية. أيضا وعد الإنجليز بإعلان الشريف حسين ملكا على شبه الجزيرة العربية، والاعتراف بأفضلية إنجلترا في أي مشروع اقتصادي في بلاد العربية، وبالتالي تعاون الحكومتين في مواجهة أي قوى خارجية تهاجم أي من الطرفين. سنرى الآن مراسلات الحسين مكمهون. هناك عوامل عدة ساهمت في نجاح هذه المراسلات. أولا، إدراك الإنجليز أهمية زعامة الشريف حسين بن علي، بالإضافة إلى إضعاف زعامة الشريف بن حسين الدينية والسياسية في الحجاز لمركز السلطان العثماني لما كان يتمتع له من قوة، بالإضافة إلى اعتبار مكة المكرمة المكان الأصلح لتحمل أعباء الثورة على الأتراك. والآن نستعرض معا مستند أثر الجمعيات الأدبية في النهضة العربية. من خلال النص أجب عن الأسئلة التالية، بين أبرز جهود الجمعيات الأدبية في بحث النهضة العربية. والإجابة بحث الثقافة العربية وإيقاظ المواطنين العرب.
ثانياً، حدد مجالات نشاطات الجمعية العلمية السورية. الإجابة الناحية العلمية. ثانياً، إثارة الوعي الوطني العربي عن طريق بحث التراث العربي والاعتزاز به. والآن سنستعرض معاً مراحل الثورة. الثورة كانت عبارة عن مرحلتين هامتين. المرحلة الأولى بدأت في يونيو عام 1916 وامتدت إلى يناير عام 1917، وبدأت بانطلاق الثورة من مكة المكرمة عام 1916 بقيادة الشريف حسين بن علي، وشارك فيها عدد من الضباط العرب. بدأت هذه المرحلة بتحرير معظم مدن الحجاز ما عدا المدينة المنورة، وأيضا سد منافذ البحر الأحمر. هذه كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدأت في يوليو عام 1917 وامتدت إلى سبتمبر عام 1918. بدأت في الاستيلاء على ميناء العقبة وتقدمت إلى دمشق ودخلتها عام 1918، ثم تمكنت من تحرير مدن منها بيروت، طرابلس، حمص، حماة، ومن ثم تم رفع العلم العربي وإعلان عن انتصار الثورة وإنهاء حكم العثمانيين. النشاط الثاني، من خلال خريطة سير قوات الثورة العربية حدد مراحل الثورة العربية والمدن التي حررت من كل مرحلة. المرحلة الأولى تحرير مدن الحجاز منها مكة والطائف امتدت إلى تبوك. المرحلة الثانية تحرير بلاد الشام، وبدأت من مدن الشام منها دمشق وحمص وحماة وحلب. سنستعرض الآن نتائج هذه الثورة. أولاً، التخلص من السيطرة العثمانية والسعي لإقامة دولة عربية. ثانياً، خيبة أمال العرب نتيجة مؤامرات دول الوفاق ضدهم خلال الثورة وبعدها. نبدأ بسايكس بيكو، وهي المعاهدة التي بدأت في 16 مايو عام 1916. عقدت هذه الاتفاقية السرية بين روسيا وفرنسا وبريطانيا، ونصت على إعطاء المنطقة الساحلية الممتدة من مرسين في تركيا حتى حدود لبنان إلى فرنسا. ثانياً، إعطاء ولاية بغداد والبصرة إلى بريطانيا. ثالثاً، إنشاء دولة عربية ما بين المنطقتين الفرنسية والبريطانية. رابعاً، تدويل فلسطين، أي إخضاعها إلى إشراف دولي. إعلان الإسكندرونة ميناءً حراً، وإخضاع المضائق التركية وإسطنبول وإرمينيا إلى الحكم الروسي. وعد بلفور المشؤوم الذي تم في 2 نوفمبر عام 1917. استغل اليهود تأثيرهم الاقتصادي لدى الحلفاء، فقدموا إلى مذكرة إلى بريطانيا بشأن قيام وطن قومي لليهود في 18 يوليو 1917، وشاركت فيه الحكومة الفرنسية والأمريكية. تعاطفت بريطانيا مع المذكرة اليهودية، فأصدر وزير خارجيتها اللورد بلفور في نوفمبر عام 1917 وعداً عرف باسمه، ووافقت بريطانيا على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأبلغت مضمون هذا الوعد سراً إلى زعماء الصهيونية قبل دخول جيوشها إلى فلسطين. مؤتمر سان ريمو وتطبيق نظام الانتداب في إبريل عام 1920. هذا المؤتمر جاء إقرارا وتأكيدا على اتفاقية سايكس بيكو مع تعديل طفيف، وتمثل في وضع فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني، والالتزام البريطاني بتنفيذ وعد بلفور، وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. فلنتعرف الآن على تقسيم الذي طرأ على اتفاقية سايكس بيكو ومناطق النفوذ الفرنسية ومناطق النفوذ البريطانية. نشاط الثالث، من خلال خريطة اتفاقية سايكس بيكو حدد المناطق التالية.
النفوذ الفرنسي، النفوذ البريطاني، السيطرة البريطانية، السيطرة الفرنسية، المنطقة الدولية. سنجد في الخريطة السيطرة الفرنسية والسيطرة البريطانية. السيطرة البريطانية تشكلت في الجنوب، أما السيطرة الفرنسية تركزت في منطقة الشمال. في الوسط كان عندنا النفوذ وهو النفوذ الفرنسي والنفوذ البريطاني، وهنا لدينا المنطقة الدولية. النشاط الرابع، بعد التعرف على التقسيم الذي طرأ على اتفاقية ساكس-بيكو، سنجد بدأ التغيير الذي طرأ مع اتفاقية سان ريمو عام 1920. على خريطة اتفاقية سان ريمو حدد المناطق التالية: الانتداب البريطاني، الانتداب الفرنسي. سنجد هنا الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني. في نهاية درسنا اليوم تعرفنا على الثورة العربية الكبرى التي بدأت في 2 نوفمبر عام 1916، وبدأت بالعرب وانتصاراتهم التي حققوها منذ بداية الثورة إلى نهايتها، وتميزت بتحرير المدن الحجازية والشام ورفع العلم العربي فيها. ولكن فوجئ العرب بخيبة آمالهم بعد اتفاقيات التي عقدها الإنجليز وفرنسا، منها اتفاقية سايكس-بيكو، وعد بلفور، سان ريمو. نتمنى لكم أعزائي الطلبة الاستفادة والتوفيق.